قال المهندس طارق قبيل وزير التجارة والصناعة أن رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل أصدر قرار بتشكيل مجلس إدارة الهيئة القومية لسلامة الغذاء برئاسة الدكتور حسين منصور لمدة 3 سنوات من تاريخ صدور القرار. أوضح قبيل أن المجلس يضم في عضوياته 15 عضو، 7 منهم يمثلون الوزارات المعنية، وهم الدكتورة منى محرز نائب وزير الزراعة واستصلاح الأراضي لشؤون الثروة الحيوانية، لواء ياسر صابر مدير الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية، الدكتور عمرو قنديل رئيس قطاع الشؤون الوقائية المتوطنة وزارة الصحة، الدكتورة منى كمال القائم بأعمال رئيس جهاز شؤون البيئة، خالد شرف رئيس قطاع التخطيط بوزارة التموين، السيد أبو القمصان مستشار وزير التجارة والصناعة لشؤون التجارة، الدكتور عماد الدين حسن مستشار وزير السياحة. معانا على الهاتف الدكتور حسين منصور رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء. صباح الخير يا فندم. صباح الخير يا فندم، اهلا وسهلا. اخيرا نقدر نقول، وبعد يعني انتظار كنا بالتاكيد مره واثنين وثلاثه بنطالب اكثر من مره بوجود هيئه قوميه لسلامه الغذاء، اخيرا خرجت للنور. طبعا بالتاكيد دور مهم جدا. لو حضرتك تقول لنا تصور لدور الهيئه على ارض الواقع اللي ممكن تعمله لضمان سلامه الغذاء، اتفضل. شوفي، كما حضرتك اشرتي، الهيئه اولا يعني مشكوره يعني احد توجيهات فخامه الرئيس بتغيير منظومه الرقابه في مصر، ومن اهم قطاعات الرقابه في مصر قطاع الرقابه على سلامه الغذاء. اكيد لمدى تاثيره على صحه المواطن وعلى الميزانيه وعلى الاقتصاد وعلى السياحه وعلى ثقه المواطن في اداء رقابة جادة حازمة من الحكومة وثقة البلاد الأخرى في المنتجات المصرية التي يتعطشوا إليها عند ضمانهم أن المنتجات دي منتجات أمينة وسليمة. في داخل منظومة جميلة جدا من مجلس الوزراء بقيادة سيادة الدولة رئيس مجلس الوزراء، قدرنا أن احنا نوصل لتركيبة جديدة وإدارة جديدة لسلامة الغذاء ومنظومة سلامة الغذاء في مصر. بالتأكيد ان كان الدور بتاع السيد رئيس الوزراء المهندس شريف اسماعيل والوزير طارق قبيل، لان المبادرة جت من وزارة الصناعة، كانت هامة جدا، وكان تعضيد يعني مجلس النواب. طب معلش عشان وقتي بس دكتور حسين، انا اسف انا بقطع حضرتك، لكن انا عايز اعرف آلية. خليني اقول انا هوصلك اللي انت عايزاه عشان وقت البرنامج مع حضرتك. من المهم جدا ان مجلس الاداره يكون متوازن ويقدر يشكل اهميه تطبيق منظومه سلامه الغذاء. فالساده اللي انت ذكرتي اساميهم دول ممثلين وزارات. ياتي في مجلس الاداره ايضا حمايه المستهلك، ورئيس جهات حمايه المستهلك موجود، وايضا الممثلين الى الصناعات والتجاره، فيها رئيس اتحاد العام للغرف التجارية ورئيس اتحاد الصناعات المصرية، مع 3 خبراء يشهد لهم بكفاءة في مجالات متعلقة بسلامة الغذاء سواء كانت قانونية أو فنية أو تجارية. كويس أوي. فالمجلس هنا جاء قويا جدا وتبعيته مستقلة. أنا بقول لك ليه الكلام دوت؟ لأنه ده ضمان إلى بداية جيدة لمنظومة جديدة تتبني عن العلم وتعمل تشريعات جادة وتعمل طريقة للتنفيذ وتحقق سلامة الغذاء نحو منتجات أمينة سليمة. فالخطوات اللي تمت خطوات مدروسة وقوية جدا. ايه بقى اللي احنا متوقعينه الفترة اللي جاية؟ ايوه بالزبط. اول حاجة متوقعينها تشريعات جديدة قابلة للتنفيذ نستطيع ان احنا بيها نحقق رقابة جادة وفعالة. يعني هيطلع في مطالب بتشريعات جديدة. مش مفيش مطالب، احنا خلاص الهيئه ده دورها ده وظيفتها ان هي تاتي بهذه التشريعات البديله للتشريعات الحاليه اللي ادت لهذا الوضع. كويس قوي. النقطه الثانيه طريقه الرقابه. طريقه الرقابه الحاليه وتعددها وعدم كفائتها ده لابد ان تتم بمعالجتها وفقا للاولويات التي يجب ان تكون عند سلامه الغذاء. فنبدا بالاغذيه عاليه المخاطر، ونبدا بالاغذيه اللي بتمس عدد كبير من الناس والقطاعات الهامه لها تاثير كبير جدا على الصحه وعلى الاقتصاد.
فالنهارده ضبط السوق المحلي وضبط. طب دكتور معلش احنا يمكن هطلب ده طبعا من حضرتك على الهواء، لكن الموضوع مهم جدا جدا جدا، يا ريت حضرتك تشرفنا بقى ونعمل عليه حلقه، لان الموضوع مهم واعتقد ان هو يهم كل بيت مصري، سواء بقى كان واحد في صحته هو الشخصيه او حتى اطفاله او عائلته، فالموضوع مهم. لازم حضرتك ان شاء الله تشرفنا قريبا ونفتح الملف. الدكتور حسين منصور رئيس الهيئه القوميه سلامه الغذاء، جزيل الشكر، ومره ثانيه بناكد ان شاء الله نكون مع حضراتكم على الهواء. موضوع مهم ولازم نعرف بقى آليات عمل الهيئة، إيه أهم القرارات وأهم القوانين اللي هتبقى الهيئة بصدد إنها تعدلها أو تغيرها أو حتى تطلق قوانين جديدة للحفاظ على سلامة الغذاء. يعني كمان في السياق ده يا أسماء، كنا في خبر معانا من خلال الأسبوع ده إن كان في حملات للتدقيق على تاريخ الصلاحيات بتاعة الغذاء والسوائل في منطقة اسكندرية الساحل الشمالي ومطروح. كان في أعداد كبيرة جدا من المحلات اللي تم إغلاقها، وأعداد كبير جدا من المأكولات اللي تم عدمها والمشروبات اللي تم يعني عدمها. ولما سألنا إن هو في تم تحرير محاضر والامر ان هو هيصل الى فقط اغلاق المحلات، يعني اعتقد ان الهيئه دي ملقى على عاتقها ان يتغير في التشريعات، تبقى تشريعات رادعه للناس اللي هي بتتاجر بصحه الناس. اه بالظبط، ما يبقاش الموضوع كله غلق كام يوم وغرامات ونفتح بعد كده. بالتاكيد. صحيح. بالتاكيد.